ما شاء الله، أشوف وجهك مفقع نوم، فين نمت أمس؟ في الاستراحة. يا سلام، عشان كده نومك ملخبط، ومع مين سهران وفين؟ تحقيق هي، تحقيق. أعترف، متزوج عليا؟ ما تزوجت، وين هي بس؟ أفتك منس. وكمان بتقولها في وجهي بكل وقاحة؟ والله لا أوريك. ما هي شيخة. والله لا أوريك. يا أبوي أهدى يا أبوي، والله أنت مكبر الموضوع. أنا مكبر الموضوع يوم كامل ملخمي ويوم تاني مفرفر وهو صاحي، بدي أفهم نفسي أنت إيش بتاكل؟ أكلت فول الصباح بس. أكل فول ولا شي تاني بتبلبعه؟ شكلك أنت مدمن، والله لا أبلغ عنك ولا أعرفك ولا أنت ولدي، أعترف أقول لك. والله ماني مدمن ولا حاجة يا أبوي، الموضوع ما فيه لخبطة في النوم بس. طيب إيش سبب لخبطة النوم يا حبيبي؟ الساعة البيولوجية. أنا أوريك يا متصفح. أبوي تكذب على أبوك؟ لازم نلقى حل لهالسهر يا عامر. اي صح، نحط حد للسهر ونعدل نومنا. اول حل الاستراحه، ما نطبها الا كل ويكند، بعدين ترى شكو شكوفته مو بنافعين اللي انفصلنا من دوامنا. تقوله صادق يا محمد. What do you need sir? Two cappuccino. لا لا خليها اثنين عصير. اسمع يا عامر، من اليوم ورايح منبهات من بعد الساعه 6 ما فيه عشان ننام بدري. لا يا شيخ، وش نظام السبايك حقك؟ نشرب عصير وننام بدري؟ موضوع ما يمشي حيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا رب، ليه كده بس؟ هي مراه مغلبك قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله بالاب البطل. هلا، كيف حالك يا ابو؟ شو اخبارك؟ حبيت الكعبه هنا ابو. الله يسلمك، شلونك طيب انت؟ خير الحمد لله. خذ لك فنجان مهدات الزين. لا لا يبقى هوا، ما اشرب، ممنوع عنها. ليش؟ منبهات، اخاف تسهرني ولا اروح الدوام. لا اشرب قهوة وانا ابوك وننام ولا من العافية. انا داري بس اني قلت بجرب. جرب على كيف. ما شاء الله، وش المسلسل ذا زين؟ هذا والله عجبني، قاعد اطالع فيه. اجلنا بروح انام عشان اقوم الدوام. كيف الله يصلح. مع السلامة. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامر؟ اي والله عامر في البيت والساعه 9 وجاي بنام. خلاص كفايه سهر، تعبت من طول السهر وانتظاره. ابستريح اليوم ماني بسهره. اشون رابح ما يسمعس. اسمعي، خذي ايبادس واطلعي للصاله شوف فيلمس. اوكي ابنام انا. حاضر من عيوني. الله يديم عليك الصلاح والهدايه يا رب، تصبح على خير نوم العوافي. اشغلتونا، ما في استراحه الا الويكند والنوم بدري. واخرتها ما كملتوا 4 ساعات الا انتوا جيتونا. طيب وش اسوي؟ من وين اجيب النوم؟ سوينا اللي علينا وما توفقنا. وش بتزينون بدوام باتر؟ الساعه 2 الحين. ما عليك ولد العم، نبي نروح مواصلين من الاستراحه على الدوام سيده. ما دام كذا كفته، راح اجيب له رقه خل ربع. يا ورا دز هالمطبخ ذا. طلع طلع ورقة. اه ذا هي. ايه خلاص نلعب حنا الاربعة. صرف. تعال تعال. الحين ابي اعرف، وراك جاي من الدوام بدري، ترى باقي على البصمة 2 ساعة. انا اعلمك.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات، عندكم نايمين هنا؟ لا بس أبد عشان ما يفوتنا الدوام. ما شاء الله على الجد والكفاح والمثابرة. بس تعرفون كم الساعة الحين؟ ليه كم الساعة؟ علمهم، علموا المثابرين الساعة كم؟ الحين الساعة 3 العصر، احنا راجعين لبيوتنا. أما عاد خير خير، وش فيكم وش فيكم انتو؟ ولا اشكالكم كذا؟ رايحين تهاوشون مع احد؟ ايش فيكم؟ لو سمحت حنا جايين قبل الموظفين كلهم، حتى قبلك انت. ها قبلي انا زين، وبعدين؟ وقلنا ناخذ لنا غفوه بالسياره لين قبل ما يبدا الدوام، واتوقع راحت علينا نومه. الله اكبر، سيناريو جميل بس ما يمشي علي. اسمعني انت وياه، انا بيني وبينكم البصمه، اذا لقيتكم بصمتوا اهلا وسهلا، ما في بصمة يعني غياب، تفضلوا. ما ياخذك انت وافكارك. عادي نتغدى مع بعض. اقول تفضلوا برا. حب بخاري. برا. سام سام. ما شاء الله، ايش قاعد تسوي؟ اشرب لبن. والله. اوكي انا عارفه انك بتشرب لبن، بس من متى يعني؟ من اليوم ورايح اشرب لبن، لان اللبن فيه خماير تسبب الخمول والاسترخاء مما يجلب النوم، علشان كذا اليوم تنجح خطتي وبنام بدري. ما شاء الله على الفلسفه حقتك، اجل بالعافيه عليك، ولا تنسى تمسح الشنب حقك. لا يا شيخه، مقهور انا ما عندي الشنب. تخيل يعني. اقول توكري بس. الحين اجيب النوم. ادب بيجي. صراحة وضعكم هذا فيلم طويل ما حيخلص. وأنا من رأيي أنكم تتركوا الوظيفة. لا يا شيخ، ما صدقنا نلقى الوظيفة، الحين تبينا نستقيل. طيب وش أسوات؟ حياتكم مقلوبة والنوم سمي لكم أزمة. الحل عندي بس بشرط عامل يسويه ويطبقه. أبشر بعزك. تم